في فيديو سابق كنا اتكلمنا عن ازاي تختار مسار البرمجة اللي ممكن تلاقي فيه شغفك او المسار اللي هتحبه اكتر. لو ما كنتش اتفرجت على الفيديو ده تقدر تشوفه دلوقتي وبعدين تعالى هنا. بعد اختيارك على طول المسار البرمجي اللي قررت انك تمشي عليه للاخر هتطلع لك اسئلة واضحة جدا، وهي هبدأ من فين، هتعلم ازاي، وايه المصادر اللي ممكن اتعلم منها. النهاردة ان شاء الله هنحاول نرد على كل التساؤلات دي، فخليكم معانا. السلام عليكم، انا محمد محفوظ وانت دلوقتي على ريتش ستار. دلوقتي انا بتكلم مع شخص خلاص خد قراره بانه مش هيكمل غير في مجال معين من مسارات البرمجة اللي كنا اتكلمنا عنها قبل كده، والنهاردة معانا كل المصادر اللي ممكن تفيدك وتحتاجها عشان تكمل وتفهم وتكون محترف في المسار اللي انت اخترته ده. خلينا نفرض اولا انك قررت تختار مسار الويب ديفلوبمنت او برمجة وتصميم المواقع الويب. طيب ايه المصادر اللي هتساعدك في المسار ده؟ اول مصدر وهو W3 Schools، وهو مصدر مهم ده ان لم يكن الاهم في عالم الويب. مفيش حد هيجي يكلمك عن الويب ويديك فيه نصيحة الا وهيرشدك عن الموقع التعليمي ده، لانه حقيقة يعني مصدر متكامل ومفيد وفاد ناس كتير جدا. الموقع زي ما انت شايف فيه كل التفاصيل اللي هتحتاجها عشان تبدأ في بناء موقعك الالكتروني الاول، سواء HTML سواء CSS سواء JavaScript او حتى الفريموركس اللي على اللغات دي. كمان فيه ميزة انك تقدر تكتب وتغير وترن في الكود بتاعك اونلاين، ودي حاجة ممكن تختصر عليك شوية وقت وتساعدك جدا. تاني مصدر ممكن نتعلم منه هو Tutorials Point، ودي منصة تعليمية متكاملة زيها زي W3 Schools بالظبط، وكمان في محرر وبإمكانيات وإضافات هتعرف قيمتها لما تستخدمها. المصادر اللي احنا اتكلمنا عنها دي برضو هتلاقي فيها الباك اند سواء الـ PHP أو الـ MySQL. كل اللي فاضل ليك دلوقتي عشان تبدأ رحلتك في مجال الويب هو محرر أو برنامج يساعدك في كتابة الكود الخاص بيك. هتلاقي كتير جدا، لكن برنامج زي براكتس مرضي وهيفي بالغرض. بكده أكون كلمتك عن المصادر اللي ممكن تتعلم منها الويب. فلنفرض دلوقتي إنك اخترت مسار الأندرويد. من أين تبدأ رحلتنا في الأندرويد؟ اول حاجة لازم تبدأ بيها انك تتعلم لغة جافا، تتعلم المفاهيم والكافية اللي بتعمل بيها لغة البرمجة بشكل عام، لان تعلمك للغة معينة كفيل بانه يخلي رحلة تعلم اي لغة تانية تبقى سهلة جدا. ركز على حاجات زي الارايز واللوبس ومفاهيم زي OOP والوراثة وغيرهم. المهم انك تفهم من اول خطوة هنا يعني ايه لغة برمجة. طيب ايه المصادر اللي ممكن اتعلم منها الجافا؟ اول حاجة ممكن نتعلم منها الجافا من موقع Tutorials Point برضو. هتلاقي كل التفاصيل اللي تخص اللغة دي، المتغيرات والدوال والأريز وحتى Data Structure والOOP. اما على اليوتيوب فقناة New Boston تعتبر اهم مصدر ليك في اليوتيوب عامة. ده ما يمنعش طبعا ان في قنوات عربية كتيرة جدا هتفيدك برضو، لكن بالنسبة لي القنوات الأجنبية مفيدة في إنها على الأقل بتخليك تسمع المسميات وتركز في نطقهم والإنجليزي بتاعهم. كل اللينكات والحاجات اللي انت شفتها دي هتلاقيها مفصلة تحت في الديسكريبشن سيكشن أسفل الفيديو. تاني خطوة محتاجين فيها الأدوات اللي هتخلينا نبدأ برمجة الأندرويد، فعلى طول هنروح للأندرويد ستوديو ويب سايت أو الموقع الرسمي الخاص بالأندرويد. الموقع مليان معلومات وتفاصيل وحلول وأفكار فعلا مهمة، فحاول على قدر الإمكان إنك تقراها. اكيد انت مش هتحفظ كل ده، لكن على الاقل يوم ما تحتاج لحاجة هتعرف مكانها فين وبسرعة. الموقع بيعرض لك كل المميزات الخاصة بالاندرويد ستوديو، محرر سريع للكود، كذلك محرر الاشكال، بالاضافة الى اداة لتحليل البرنامج الكلي الخاص بك، وغيرها كتير من الاضافات والمميزات اللي ممكن تلاقيها في البرنامج ده. يلا نزل البرنامج وابدأ رحلتك فورا دلوقتي.
بكده هكون كلمتك عن الويب والاندرويد. فتعال نفرض انك لا اخترت مسار الاي او اس ابس او الاي او اس ديفلوبمنت، من اين تبدا رحلتنا في الاي او اس؟ اول حاجه لازم تتعلم لغه سويفت ويكون عندك خلفيه كبيره عنها. المصدر اللي نتعلم منه هو موقع ابل نفسه، هتلاقي فيه التفاصيل عن اللغه دي، وزي ما اتفقنا انت مش هتحفظ حاجه، لكن اقرا وحاول ما تسيبش اي حاجه، حاول تعمل كده زي نظره عامه على كل حاجه تخص اللغه دي. ممكن كمان مصدر تاني تتعلم منه وهيفيدك في رحلتك دي زي موقع tutorials point برضو، زي ما انت شايف طبعا الموقع ده مليان واستخدمناه كمصدر للغات كتير، وهو بمثابة كنز حقيقي، وبصراحة بالنسبة لي اسلوبه كويس جدا في عرض المعلومة وتتابعها. ممكن برضو موقع زي hackingwithswift.com، ده موقع مفيد ومرتب ومنظم وهيساعدك في تعلم لغة سويفت، هتلاقي كل حاجة تخص اللغة مترتبة ومنظمة في مقالات على الموقع ده. تاني خطوة في رحلتنا لتعلم برمجة الـ iOS هي بيئة العمل، اننا ننزل بيئة العمل بتاعتنا وهي برنامج Xcode، ودي بيئة تطوير متكاملة لنظام التشغيل بتاعنا اللي هنشتغل عليه، فيها مجموعة كبيرة من أدوات تطوير البرامج الخاصة بشركة أبل. بكده أنا كلمتك عن الويب والأندرويد والـ iOS، فلنفرض بقى أنك لا قررت تبدأ في مجال برامج الديسكتوب، فهنا بدايتنا لازم تكون اما جافا او سي بلس بلس. جافا خلاص عرفنا هنوصلها ازاي، اما سي بلس بلس فالمصدر الرهيب بالنسبه لي واللي بجد فرق معايا جدا في تعلم سي بلس بلس هو سي بلس بلس توتوريال. الموقع ده فيه تفاصيل ممكن فعلا ما تلاقيهاش على اي مكان تاني يخص سي بلس بلس، مرتبه ومنظمه بتتابع اللغه من اولها لاخرها. كمان W3 سكولز في التحديثات الاخيره للموقع متوفر عليه انك تتعلم لغه زي سي بلس بلس. المواقع دي بمثابة ايد ورجل وعين المبرمج حرفيا، لانك مش بس بتعتمد عليها في البداية، لا انت بتكمل اعتمادك عليها حتى بعد ما بتشتغل. هتحتاج بعدها مكتبات للجرافيك والرسميات زي مثلا OpenGL او Open Graphics Library، وده ممكن يبقى موضوع تاني لوحده خالص. اخر حاجة نصيحة، حاول تدور بنفسك اول باول عن كل حاجه ممكن تفيدك. يعني مثلا في الاول كنا اتكلمنا عن محرر زي براكتس، لكني ما كلمتكش عن اداه فيه اسمها بيوتيفاي. الاداه دي هتساعدك بطريقه ما تتخيلهاش لما تكون بتكتب كود وعاوز بضغطه واحده يتنظم ويترتب معاك قدام منك. زي ما انت شايف الكود ده كان عباره عن طبق سلطه من شويه، وبضغطه واحده على الاداه دي رتبت لي كل حاجه. ده بس مثال بسيط علشان نفهم منه اننا لازم ندور ولازم نصاحب جوجل على قد ما نقدر. انا قلت لك اسم الاداة، دور انت بقى ازاي توصلها وازاي تثقبها عندك وتضيفها في البراكتس، وهو تدريب ليك عشان تنمي عندك الطريقة دي. اخيرا المصادر اللي في الفيديو ده مش هي اول ولا اخر حاجة، والغرض الاهم من الفيديو ده هو انك ترتب نفسك وتبدأ. اهم حاجة تبدأ وتستمر، دور بنفسك على مصادر تاني وهتلاقي كم كبير جدا سواء عربي او اجنبي هنا على اليوتيوب او على جوجل. في النهاية لو استفدت حاجة من الفيديو ده ما تنساش تشترك في القناة وتشيره مع الناس اللي تحبهم يستفيدوا كمان زيك. بس كده نشوفكم على خير ان شاء الله فيديوهات تانية. السلام عليكم.